الرئاسة المصرية لكوب 27 انه بندخل لاول مرة فكرة الاضرار دامج اند لوس او لوس اند دامج خسائر والاضرار في الخسائر والاضرار في كوب 27 صحيح. ده يحسب لمصر بالتأكيد انه اتى بعد جولات غير رسمية من المفاوضات والتشاور على مدار العام وياتي كإنجاز مهم بأن يكون هذا على جدول الأعمال بشكل رسمي وأن يكون هناك إطار زمني للتناول المؤتمر والأطراف لهذه القضية والوصول إلى نتائج حولها خلال فترة زمنية محددة. مصر تتحدث باسم القارة الإفريقية والأفارقة الكل يعول على مصر في هذه القمة. فكرة $100 مليار التي يعني تعهدت بها الدول الكبرى ولم تنفذ حتى الآن، لم يتم جمع سوى $80 مليون. هل هناك آلية يمكن أن تضاف في قوة 27 لتنفيذ هذه التعهدات؟ المطالبة بالوفاء والتنفيذ الكامل للتعهدات السابقة، وكما تحدثت في خطاب بعد تولي الرئاسة صباح اليوم، كان مقدر من الجميع أن $100 مليار ليس بالقيمة التي تواجه التحديات على المستوى العالمي، وإنما هي كانت إظهار للثقة وبناء الثقة فيما بين الأطراف. وللأسف أنه عدم الوفاء بهذا الالتزام على مدار السنوات الماضية تباعا زعزع قدر من هذه الثقة، وبالتالي لابد أن تبنى مرة أخرى ولابد أن نتجاوزها إلى حقيقة المبالغ التي نحتاجها ونلجأ إلى كل الوسائل لتوفير هذا التمويل، سواء كان من الحكومات ولكن أيضا من القطاع الخاص من المجتمع المدني في دعم الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار استثماري، في إطار يمكن خاصة الدول النامية من الاستثمار في مجالات التخفيف والتكيف بما يؤدي إلى اطلاعها بمسؤوليتها.